هذا يفسر لك أشياء كثيرة. هذا يفسر لك تقول عجيب، أنا كنت أستمع إلى هذا العالم أو المفكر، وكنت أقرأ لهذا الفيلسوف، ودائما كنت أراه ملحدا وزنديقا، ها، وأرى كلامه بشعا مكروها، كيف استحال الآن إلى إلى عسل وإلى أوراد وأزهار، إلى طاقات من الزهر، إلى شذى وعبير، لا أدري. نعم، لأنك كنت تهيئ نفسك وفق مسبقاتك، وفق خططك الإرشادية العقدية الأيديولوجية، أنه هو زنديق، فلا بد أن يستحيل كل شيء إلى زندقة، كل شيء إلى عكسه تماما. هذا ما يسمى بانحياز التأييد وانحياز التكذيب، confirmation bias، disconfirmation bias، انحياز التأييد، انحياز كذا. إذا كان ما يقوله فلان، أيها الإخوة، إذا كان ما يقوله فلان، وفلان هذا بين مزدوجين من أعدائنا، ليس منا، ليس من طائفتنا، ليس من دائرتنا، إذا لابد أن يكون كل ما يقوله فلان باطلا، سأنحاز مبدئيا دون أن أشعر، لأنني أمارس الانحياز والتحيز إلى التكذيب والجحد، disconfirmation. كل شيء، حتى الشيء الذي يوافقني فيه فلان وهو كثير، أنا سأنحاز إلى تكذيبه وأدعي أنه يقوله كذبا ودسا. يقول لك الشيعي: لا تغتر بحب فلان لأهل البيت، فإنه زنديق سني مبين، يريد أن يمرر أفكاره عن الصحابة الزنادقة أبي بكر وعمر، إلينا نحن الشيعة احذروا منه، يدق ناقوس الخطر. ويقول لك السني أيها الإخوة المحترق: احذروا فلانا ولا تغتروا بحبه للصحابة الكبار وأمهات المؤمنين، فإنه زنديق شيعي ملعون، يريد أن يبرر عبر هذه الأشياء أفكاره الشيعية الرافضية، احذروا. هذا اسمه انحياز التكذيب، انحياز التكذيب. والعكس صحيح تماما، حين يكون فلان والذي يبدو فيما تعطي المعطيات الآن أنه يتزندق ويخرج عن حدود الدين الصحيح، لكنه لا يزال مصر على أن يكون واحدا منا ومعنا أيها الإخوة، ويعرب عن لساننا ويفرق عن منطقنا ويرجح مصالحنا، يسالم بسلمنا ويحارب لحربنا. هنا يأتي انحياز ماذا؟ التأييد. كل فرضية تطرح حول زندقته، حول مروقه، حول خطئه أيها الإخوة، لن نلحظ أي شيء يؤيدها، سنلحظ كل ما يعارضها أيها الإخوة، وسنلحظ كل ما يؤيد أيها الإخوة كونه الإنسان الملائكي في مسلاخ بشر، سنلحظ هذه الأشياء دون أن ندري، ونحن ندعي في المرتين وفي الحالتين أننا نصدر عن عقولنا وعن أفكارنا وعن استقلالنا العقلي والمذهبي والأيديولوجي. كلام فارغ، لعبة سخيفة، اسمها لعبة الاعتقاد ولعبة الشك في العلم. العلماء يعرفون هذا تماماً،